في إطار خطة الدولة الشاملة وحرصها على تطوير التعليم الفني، انطلقت الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني إديوتك إيجيبت 2023، والذي يساهم في فتح آفاق جديدة في سوق العمل بمشاركة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدة جهات أخرى. عايز أؤكد أن القيادة السياسية مهتمة جداً بالتعليم الفني، وهذا الاهتمام نتج عنه ان احنا عندنا مدارس تكنولوجيا تطبيقية مع اصحاب الاعمال، ودي واحدة من الحاجات البارزة جدا في مصر، ان انت كل صاحب عمل بياخد المدرسة يبدأ يدرب ولادنا فيها تدريب عملي لدرجة ان هو يبقى يضمن هذا الخريج انه يشتغل عنده. طبعا في ناس هتبقى تبقى جاهزة ممتلكة للقدرات، ممتلكة للكفايات اللي تمكنها من المنافسة خارج حتى مصر بإذن الله. بدأنا في وضع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والقطاع الخاص منصة لما يطلق عليه منصة المهارات القطاعية، السيكتور سكيلز كونسل. في مجلس النهاردة احنا كوزارة التخطيط بننسق له من ناحية المؤسسية، ولكن هذا مجلس القائم على كل الجهود فيه هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي عارف نوع المهارات اللي هو محتاجها، وبالتالي هو اللي بيحدد التخصصات القطاعية اللي هو محتاجها. تستمر فعاليات المعرض لمدة يومين بمشاركة واسعة لعدد من العارضين الذين يمثلون مدارس ومؤسسات وجامعات التعليم والتدريب المهني وأصحاب المؤسسات المشابهة، فضلاً عن مساعدته في فتح فرص جديدة للطلاب وللعمالة المصرية. الجهاز اللي موجود ورايا ده اسمه روبوتيك ارم، فايدته ان احنا لما نيجي نورده للمعاهد او المدارس الفنيه يعرف الطالب ويعلم الطالب ازاي اصلا يبرمجه، يقدر ازاي يبرمجه من طريقه تيتش باندل. دلوقتي احنا فكره التعليم الفني اختلفت تماما، الوزاره بتحاول تغير الفكر ده تماما، بحيث ان هو ما بقاش مجرد دبلوم، لا انت دلوقتي بقى في حاجه اسمها تكنولوجيا تطبيقيه. احنا التكنولوجيا دي دلوقتي موجوده حوالينا في كل حته، لازم كل الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل. كنت جايه عشان اخد افكار عن مدارس وجامعات مختلفه، ويعني كنت فاكره ان انا هلاقي بس الموضوع مقتصر على الجامعات الصراحه، بس لقيت لا، ان في مدارس للثانوي مختلفه، مش بس اللي هو التعليم العادي اللي احنا بناخده اللي هو مواد العادية، لا ده في دراسة فيها اي تي او فيها سوفت وير او هارد وير. في هنا افكار حلوة جدا، واكتر حاجة هنا عجبتني ان يعني لينا مستقبل جدا، مش تعليم عادي، لا في تعليم احسن من كده بكتير، ودي حاجة كويسة جدا يعني. الملتقى العلمي إديوتك إيجيبت 2023 يتضمن 6 جلسات تناقش مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي حول العالم، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حالياً في العديد من المجالات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب في مختلف التخصصات العلمية والعملية. كريم صبري، مصر جديدة، ETC.